الله الله والحمد لله يا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين اعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفقنا الله واياكم لكل خير ورزقنا الاخلاص في القلب والعمل وصلنا إلى هذه الصفة التحيز وهي صفة سلبية التحيز يعني أن يكون الشيء في مكان نعم قال والتحيز أقول هذا عطف على الزائد أيضا في أول المتن ووجوب الوجود يدل على صرمديته ونفي الزائد ونفي التحيز في الصفات السلبيه دائما وظف القياس من الشكل الثاني نعم تقول المتحيز يحتاج الى مكان والله غني لا يحتاج الى شيء انتهى الامر الله غير متحيز سهله جدا لا تحتاج الى كثير تامل وكثير فكر سهله جدا هذا عطف على الزائد ايضا فان وجوب الوجود هذا هو الملاك شده الوجود نعم الذي يحتاج إلى حيز ضعيف الوجود نعم مجرد أن تقول الاحتياج الوجود الشديد غير موجود عندك أنت يعني أنت لماذا تتحيز تتحيز حتى تكتسب كمالا فأنت محتاج إلى هذا التحيز وإن كان هذا التحيز عله إعداديه أرضيه للتكامل إلا أنك تحتاجه وهذا دليل على نقصك ما عندك شدة الوجود نعم والذي عنده شدة الوجود لا يحتاج إلى حيز فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه تعالى فمرة يتكلم بلسان الإلهيات الطبيعية ومرة يتكلم بلسان الإلهيات الوحيانية يخلط بين الأمرين وهذا عادي يعني بعد المحقق الطوسي رحمة الله عليه اختلطت الإلهيات الطبيعية بالإلهيات الوحيانية انتهى الأمر من هنا يقول واجب الوجود من هنا يقول الله تعالى نعم وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء قلت لكم الاتفاق لا قيمة له في العقيدة وخالف فيه المجسمة منهم الوهابية والكرامية و وحتى بعض الشيعة في تاريخنا يؤمنون بأن الله تعالى في خصوصيات الجسم مع الأسف الشديد معنا الأئمة عليهم السلام كانوا حاسمين في هذه النقطة نعم وهذا راجع إلى الضعف المعقول نعم والدليل على ذلك قلنا هذا قياس من الشكل الثاني ما يحتاج إلى قياس استثنائي نعم تقول متحيز محتاج الله تعالى ليس بمحتاج انتهى الأمر الله ليس بمتحيز ما يحتاج إلى قياس استثنائي والدليل على ذلك أنه لو جاء بقياس استثنائي ما يحتاج قياس من الشكل الثاني دائما رائع وبسيط لأن فلسفة الشكل الثاني ودائماً إذا أردت أن تنفي محمولا عن موضوع توظف الشكل الثاني هكذا المتحيز محتاج إلى مكان الله ليس بمحتاج مطلقا موضوع واحد موضوع اثنين محمول واحد بالسلب والإيجاب النتيجة ما هي؟ واجب الوجود ليس بمتحيز هنا جاء بقياس استثنائي يمكن ذلك لا بأس لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان يعني يكون في مكان ويكون له صفات الأجسام ويتغير ويتحرك ويتطور هذه هي لا تنفك عنه الأكوان الحادثة يعني الجسمانية وكل ما لا ينفك عن الحادثة وحادث هنا جاء بلسان متكلم من هنا يتكلم بواجب الوجود هذه الإلهية الطبيعية حس فلسفي من هنا يتكلم بالحدوث لسان متكلم هذا هو الخلط البياني الخلط البياني نعم اذا انت انطلقت من واجب الوجود بعد الحدوث ما فيه تاتي بالامكان نعم هذا الخلط البياني ساري في المتون مع الاسف الشديد قلت لكم اربع باءات يجب ان تسلطون عليها البنيه المبنى البناء والبيان خلط شديد في هذه الامور أنت الآن تقول واجب الوجود واجب الوجود في مقابل الإمكان ما عندك علاقة بالحدوث مبنى المتكلم إذا هنا خلط في البيان نعم لو كان متحيزا هذا المقدم لم ينفك عن الأكوان الحديثة يعني تعرضه حيثيات الأجسام هذا هو من تطور تغير في كونه في مكان كونه في زمان لم ينفك عن الأكوان الحادثة الحادثة عن يعني المتغيرة وكل ما لا ينفك عن الحادث إذا كان اعترضته الجسمانيات فهو جسم حادث وقد سبق تقرير ذلك وكل حادث ممكن أنظر من هنا يتكلم بالحدوث مجال تداولي وكلامي ممكن مجال تداولي فلسفي هذا هو الخلط في البيان فلا يكون واجبا واجبا رجع إلى البيان الفلسفي هذا خلف ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية طبعا إذا نفيت التحيز لله خاصية الجسم فالجسمية تنتهي إذا هنا أثبت صفتين سلبيتين الصفة الأولى التحيز منفية عن عن الله أو واجب الوجود والجسمية لأن التحيز يلازم الجسمية أن في التحيز تنفي الجسم قهرا ولهذا قال ويلزم يعني يترتب قطعا من نفي التحيز نفي الجسمية فتقول الله تعالى ليس بجسم أو تعكس المسألة يمكن ذلك تقول الجسم متحيز متغير متطور زمني و وا و وا وا والله تعالى ليس بمتحيز فالله ليس بجسم اذا إن نفيت الجسميه تنفي التحيز وتنفي التطور والتغير والجسمانيات كلها يمكن لك ان تعكس تقول هكذا والجسميه يمكن هو جاء بالتحيز وعرج على الجسميه المساله الثالثه عشر في انه تعالى ليس بحال في غيره كما تدعي المسيحيه حال في المسيح عليه السلام نعم احد علماء المسيحيه يدرس في الجامعة. فبدأ يتكلم عن حلول الله تعالى في المسيح. الله المسيح إله بهذه الحيثية، حيثية الحلول. لأ. فاكتسب الألوهية فصار إله. فطالب ذكي وهنا قيمة العقل. قيمة العقل. العقل نعمة. نعم. به نكلف، به نفهم الحقيقة. كلما قدمنا النص على العقل كلما تحركنا نحو الداعشيه نحو هذه المسيحيه نحو اليهوديه ونحو السلفيه ونحو الفتك ونحو التكفير صدقوني هذا امر ثابت في التاريخ قطعي لا شك فيه نعم وسيره مراجعنا الكرام سيرتنا العلميه دائما كانت هكذا القوه العقليه في علمنا وتحليلاتنا حاضرة جدا، أن تنظر علم الأصول 80% منه عقلي حتى في مباحث الألفاظ الدقة العقلية هناك حاكمة وموجودة فيبقى الاعتدال يبقى هذا الاعتدال نعم الأشاعرة الذي يمثلهم الأزهر لأنهم اقتربوا من المعتزلة وإلى النصية وجلسوا في الوسط احتلوا هذه الوسطية مسهم الاعتدال الى حد. نعم. اذا الطالب يشكل على هذا الاستاذ المسيحي في قاعه الدرس قال له وهزه بهذا الاشكال، اعاد النظر هذا العالم اعاد النظر في هذه العقيده ان الله حل في المسيح والمسيح صار الها هذا هو التثليث الله روح القدس والمسيح. المجموع تتشكل الذات الإلهية نعم هذا التركيب الداخلي الذي نحن أبطلناه في التوحيد الأحدي أن الله تعالى بسيط من جميع الجهات هناك ردينا على هذا المبنى وهناك كذلك في الحلول يرد على هذا المبنى المحقق الطوسي فقال له الطالب هل في ضرورة هناك أن يحل الله تعالى في المسيح يعني الله تعالى حتى يتجلى لنا ونعرفه كما يقول القرآن الكريم كما يقول القرآن الكريم من عندي أنا سنريهم آياتنا في الأفاق وفي في أنفسهم آيات هناك وفي في آيات أخرى هم الأولياء ليس لهم رائحة الألوهية نعم الإمام الصادق عليه السلام يحسب هذه المسألة قولوا فينا ما شئتم إلا الربوبية والألوهية نعم فقال له هل هناك ضرورة أن يحل الله تعالى في المسيح حتى يتحقق الفلاح الفلاح الأخروي لأن المبنى المسيحي ما هو؟ المبنى المسيحي المباني المسيحية كلها تدور مدار خمس نقاط أربع نقاط النقطة الأولى الذنب الأزلي يعني آدم أكل من الشجرة أذنب هذا الذنب يبقى يسري في نسله إلى يوم القيامة من أين هذه لا أدري. وهل حقيقة آدم أذنب كثير من محققين ذهبوا إلى هذا ذهبوا إلى أنه أذنب مع أن النبوة تعينت أين على الأرض لم تتعين في السماء هناك لم يكن تشريع حتى يذنب آدم عليه السلام مثل ما تقول لي ابنك أنت تقول لي ابنك أنت الآن عندك بعد تسعة شهور بعد عشرة شهور امتحانات مصيرية إما أن تنجح او لا تنجح. تدرس وتجتهد النجاح يكون قطعيا الا اذا كان هناك عارض خارجي مريض او مثلا شيء هكذا مانع لكن في الحالات الطبيعيه حتما تنجح تلهو وتلعب النجاح لا يكون. فهذا الابن بدلا من الجهد والاجتهاد يقول أنا ذكي وأنا كذا سأمتحن وأنجح خليني ألهو يلهو في عشرة أشهر يلهو يأتي الامتحان أمور تكوينية سبب مسبب ما ينجح أبدا فاتكأ على نفسه تكأ العصا يعني الاتكاء هم فهموها العصا التشريعية ليس العصا التكوينية وراحوا في حيص بيص وما خرجوا منها إلى الآن المهم المسيحية تقول الذنب الازلي ذنب يسري في نسل ادم الى يوم القيامة يعني كيف؟ يعني انت ملطخ انت ملطخ يا اله الا الله انظر هذه المسيحية التي تعيب الاسلام طبعا تعيب الاسلام لان القراءات الاسلامية متعددة متعفنة تخيلوا انتم الاسلام الذي وصل الى اوروبا والى الان هو الاسلام تلك الجهة مع الأسف الشديد. تلك الجهة ما ما, ما عندها شيء. نعم. الدولة التركية العثمانية لما احتلت شرق أوروبا ووصلت إلى فيينا يعني كادت تفتح باريزو الجرائم التي ارتكبتها ما يتصورها عقلك. جرائم فتك مثل أكثر من داعش. بالله عليك أنت هكذا طال الدين رحمة يأتي بالقتل و الفتك هذا هو الدين اسلام يعني سيف اسلام يعني قتل اسلام يعني فتك ليس اسلام الرحمه القران ماذا يقول في الحقيقه الانسانيه فاقم وجهك للدين حنيفا حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها نعم وهذه الفطره ثابته لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم يعني من جهة عندنا الدين قيم يعني يقوم الناس يرفع الناس يعطيهم القوام القوام المعنوي ليس التكويني لأن الكلام في الهداية إذا هذه الفطرة هي الدين هذا الدين هذا الدين يعني حوض لا يشبع إلا بالدين لا يمتلئ إلا بالدين فطرة نقية فطرة إلهية يأتي الدين يسانخها المسانخة التامة حينها الإنسان يتكامل فطرة نقية من يدنسها ليس الذنب الأزلي هي البيئة الثقافة الإيديولوجية وهذه كلها يمكن للإنسان أن يتجاوزها صدقوني يتجاوزها ويهتدي مهما كانت إيديولوجيته فقط فقط هو يتأمل في الكون هل عندي وظيفة في هذه الكون أم لا أنا حيوان أكل واستهلك واشرب وأنام وانكح وأنام وما يهلكني إلا الضار فكر وإذا فكر صدقوني الله تعالى لا يبخل عليه هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني التثليث يعني الذات الإلهية متشكلة من أقانيم ثلاثة ألوهية المسيح ألوهية المسيح تقريبا هذه الأمور الثلاثة الأساسية ممكن في أمور أخرى نعم الذنب الأزلي والتثليث يعني الأقانيم الثلاثة التي تتشكل منها الذات الإلهية والوهيه المسيح الباقي فروع نحن نقول لا تزل وازلة اخرى فطره نقيه ذنب الأزلي ضربناه التثليث نحن نقول بالبساطه المطلقه التثليث ضربناه. ألوهيه المسيح غيرنا من الـ من الـ من الالوهيه الى الولايه انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا ولايه ولايه ذاتيه تتجلى في ولايه ماذا في عالم الخلق. هذه الولاية ما نحتاج إلى الألوهية نحتاج الولاية يعني كيف يعني الله تعالى هو له المقام الأعلى حيث لا مقام فوق هذا المقام مقام واجب الوجود بقول الحكماء تام وفوق التمام كما سيأتي بيانه ثم في وجودات تنتمي إلى عالم الخلق ترقى الى درجة تصير بينها وبين الله من حيث المقام المعنوي ليس من حيث المقام التكويني يعني من حيث الهداية قاب قوسين أو, أو أدنى ويا لله يعني بعد الله تعالى لكن هذا لا يعني أنه له مقام ألوهي يبقى فقيرا في ذاته مطلقا يعني ذاته ملتصقة بالله فقير الله مقامه الولاء كذلك مقام إجاز مجازي إعطائي وهذه الولاية التي هي لتحقق الفلاح الاخروي مع الانسان العاقل المختار المتامل المدبر ما نحتاج له هي فاهتز الاستاذ اشكال وارد جدا يعني هل الله تعالى لهدايه الناس وايصالهم الى الفلاح الاخروي يحتاج ان يحل في مخلوق؟ يعني هل هذه الحاجه ضروريه؟ العاقل يسال هل ضروره ان الله تعالى يصير انسانا والانسان يصير الها؟ ابدا هذه الضروره لا معنى لها فاهتز الاستاذ واعاد النظر هي هذه العقيدة البائسة نعم والحلول يعني ونفي الحلول أقول هذا عطف على الزائد فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره من هذا الغير من هذا الغير واجب الوجود آخر نفيناه بالتوحيد الواحد يبقى الممكن كيف حل الله تعالى في الممكن إذا حل الله تعالى في الممكن ينقلب ممكنا والممكن ينقلب واجبا يعني ما كان واجبا يصير ممكنا وما كان ممكنا يصير واجبا، المسيح ممكن انتم تقولون فحل فيه الله تعالى فحل الله تعالى يعني المسيح صار الها صار واجب الوجود والله تعالى تلزمه ماذا؟ تلزمه امور دنيويه نعم يعني يصير ممكنا واضحه جدا خرافه كبيره نعم. وهذا حكم متفق عليه بين اكثر العقلاء وخالف فيه بعض النصارى قال بعض النصارى نعم. مشارق من النصارى يؤمنون بالتوحيد ما أنهم هذا الـ الله ذو أقاليم ثلاثة القائلين بأنه حل في المسيح نعم إذن الحلول لا معنى له وبعض الصوفية قد تقول شيخنا بعض الصوفية يعتقدون بذلك إنهم يعتقدون بكثير من الأمور كنت في درس اتصلت بمؤسسة في قوم التكوين السريع يأتون ضيوف من الخارج ونعمل لهم دورات في العقيده في علوم متعدده فنون متعدده يبقى شهرا شهرين ستة شهور ويروح جاءت مجموعه من افريقيا غرب افريقيا مجموعه منهم شيعه ثلاثه واثنان من السنه صوفيا المسؤول لما اتصل بي قال يا شيخنا مجموعه مخلوطه في سنه وشيعه لما دخلت قسم الدرس نسيت ان فيه سنه صورناهم كلهم اماميه الموضوع ما هو العقلانيه الدينيه العقلانيه الدينيه لان يعني هذه مساله مهمه جدا نحن مبتنون بجماعه لندن مبتنون بالحسني فلان وفلان وفلان لان بعد ما عندنا هذه العقلانيه الدينيه والقبانجي وفلان وفلان ما عندنا العقلانية الدينية يعني الحوزة ما بلورت هكذا مسائل حتى الإنسان يعرف الزيف من العقلاني مع الأسف الشديد نعم فيجب أن نتحرك نعم كانت العقلانية الدينية بمعنى ما هو ما هي الحجية التي تجعلني أنا أتبع فلانا أتبع مثلا النبي صلى الله عليه وآله أو أتبع الحسني أو أتبع جماعة لندن جماعة لندن ما هي الحجية وحجية لازم تكون عقلية ليست شرعية ويلزم ليس الدور نعم يعني أنا يتصل بي ياسر حبيب مثلا يقول لي الشيخ فضل يجب أن تتبعني أنا يقول له بأي ملاك يقول لي أنا ياسر حبيب أنا أتكلم باسم الأئمة أنا يقول نعم والله أنا حمار إذا قلت له أنا نعم واتبعك أنا حمار من الطراز الأول لكن إذا قلت الحجية ما يعني ما هي الحجية العقلية حتى يتبعوك أنت؟ لا ما في حجية عقلية. أما تأتي إلى الإمام صاحب الزمان عندك حجة عقلية، حجة عقلية. إذن يجب أن نفهم المسألة هكذا وإلا نقع في الداعشية وفي الحسنية وهذا هذه الفرق الضالة المضلة مع الأسف الشديد. جيد. فبدأت الدرس. قلت لهم ما فيه شخص يمتلك الحجيه اذا لم يكن منصوصا من الله تعالى. اني جاعلك للناس اماما. وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا. نعم. ووحينا اليهم فعل الخيرات جعل. اذا الحجيه في اتباع من نتبعه في الدين في الدين يجب ان يكون هناك تنصيص الهي جعل الهي غير الجعل الالهي خرافه كبيره خرافه كبيره حتى المراجع ليس لهم حجيه ذاتيه يعني انت تقليدك المرجع الفلاني في الفقه ليس لها حجيه ذاتيه والله لو لم يكن متصلا بالامام سلام الله عليه والامام قال حين الغيبه الكبرى فعليكم برواه حديثنا يعني المتخصص في في الشرع وليس في العقيده فقط في الشرع يعني في الفقهيات لولا اتصال المرجع بالامام المعصوم ليس لك حجه في اتباع المرجع في الفقه ابدا ابدا وهذا محل اتفاق بيننا محل اتفاق وهنا نقول نيابة العامه النيابه العامه اشاره الى هذه العقلانيه هذه العقلانيه الدينيه اذا حجيه في الدين تستدعي ماذا؟ التنصيص غير التنصيص حجية انت في يعني العقل يقول أنا لست ملزما باتباع أحد في حالة المعصوم أمامك أنت معجزة النبي الأمير تنصيص من النبي ولهذا الإمام لا يأتي إلا بالصيحة صيحة هي معجزة قاهرة حتى الصيحة أنا في تصوري معجزة إثباتية وليست معجزة ثبوتية يعني علامة أمارة فتقام الحجه فقام واحد من السنه كانوا اثنين قام واحد عليه علامات انه طالب علم وترك القاعه وأنا تعجبت تعجبت هكذا قام وخرج فهذا الصديق السني عاش في اوروبا يعني عنده من التنوير والفهم تصوروا انتم الانسان اذا انتقل الى اوروبا وامريكا يتنور اكثر من بلاده والله تعسل لهذه الامه اذا كان كثير من الجزائريين استبصروا وصاروا اماميه لانهم عاشوا في اوروبا لماذا حريات ما في ضغوطات سياسيه ما عليك ما في متابعه امنيه هناك تتحرك وتلتقي مع الناس وتتنور وتفهم سبحان الله هذه هي معجزه فسالتنا صديق لماذا تترقى لي شيخنا ماذا تحكي انت؟ حجيه حجية والتنصيص والجعل قلت له خير ان شاء الله قال هذا شيخه الصوفي في غرب افريقيا هذا يقول لجماعته كنت في الاسبوع الماضي جالسا مع الله والله صدقوني جالسا مع الله يعني هو في العرش وينزل ياتي عندهم ثم هم هذه حجيه بالله عليك هذا 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 السني اللي خرج حمار بامتياز ومن يتبع هذا الشيخ وهو يقول لهم كنت في هذا في هذا الاسبوع يعني اسبوع الغياب غاب اسبوعا كنت عند الله حمير بالطراز الاول لكن انت تاتي الى الحجيه العقليه نعم انت باي ملاك كنت مع الله تعالى باي ملاك عقلي لا يقول انا شيخ شيخ كن عشرين الف شيخ نعم ما تنفعك هذه لازم يكون تنصيص من الله تعالى من اين ياتيك التنصيص انت انت عندك علاقه بالنبي عندك علاقه بالنبي عندك علاقه بصاحب الزمان ابدا هذه الحجيه العقليه اما نكون واما لا نكون خليني نكمل التطبيق حتى ما يبقى البحث هكذا ناقصا وبعض الصوفيه هل بينت لك أنا؟ فعندهم الالوهيه القائلين بأنه حال في أبدان العارفين والله لو كان عارفا لا يقول بهذا الكلام. نعم هذا سخيف وهذا المذهب لا شك في سخافته ضعفه هزيل لأن المعقول من الحلول يعني ما نفهمه من الحلول هو قيام موجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته. يفقد القيام بذاته لان حال محتاج الى غيره. نعم، وهذا المعنى منتف في حقه تعالى لاستلزامه الحاجه المستلزمه للامكان. يعني انت تشكل قياس من الشكل الثاني. نعم. آه الله حال من الشكل الثاني او من الشكل الاول. الشكل الاول هنا ظاهر. الله الل 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 حال وكل حال محتاج الى ذلك المحال الذي يحل فيه فالله محتاج. انتهى الامر. نعم أو تقول الحلول احتياج والله لا يحتاج فالله تعالى ليس له الحلول هذا نقيس من الشكل الثاني إذا لا نبقى في هذه الخرافات كثيرا المسألة الرابعة عشر في نفي الاتحاد عنه تعالى هذا تقريبا يشبه الحلول خلوه في الجلسة القادمة إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.